help all as well. يلا مع بعض نكمل unit 3 on the weekend, lesson 5. My favorite part. هنبدأ my favorite part اللي هو الفونكس طبعا. عندنا ال ng makes the sound of بقول ال g بس بصوت خفيف جدا في الاخر زي ما اقول لك sing. هل قلتها sing؟ لا sing. sing طولت ال ng. اوكي fishing fashion fashion and king king. اوكي ال sp says sp 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 for sports sports space space spider spider. اوكي عندنا الفوكابولري اللي موجوده يتحدث اسمها speaking speaking. خد بالك هنا برده اخيرا ing فولا speaking speaking. اوكي living room living room living room eaten eaten and swimming swimming. lesson 6 بقى بيتكلم على الاشز we people with special needs. طبعا ده reading مهم جدا للاطفال تقراه. اوكي هو طبعا احنا بنشتغل من كتاب الباهر موجود في page 131. مهم جدا ان الطفل يقراه ويفهمه. بعد كده عندنا ريفيو كده على unit 3. ده ريفيو على unit 3 بيقول لك ان احنا اتعلمنا الماجنتس والاكتيفيتيز والفونكس الان جي والاس بي والحاجات دي كلها اتعلمناها في unit 3. مع بعض بقى نشوف كتاب الباهر عامل لنا ايه. عامل لنا تيستس كده وريفيو كتير قوي ان احنا نعمل ريفيجن على كل الموضوع ده. تمام وبعد كده ان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي على theme 2 اللي هو the world around me. the world around me اللي هو العالم حواليا. the world around me. خد بالك ان كلمة world اللي هو العالم بقولها world. world world around me. world around me. okay and that's it. thank you. goodbye.